عنوان المحاضرة: تعدد الثقافات والجنسيات وأثر على الهوية الوطنية. هذه المحاضرة مهمة جدا يعني، لأنها تتكلم عن مستقبل المواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما سيؤول عليه لو ظلينا على نفس النهج اللي ماشيين عليه، سواء الآن يعني استقطاب الجنسيات الأخرى لعدة المشاريع التي تصب لها الدولة. نبدأ أول شيء عن حقائق وأرقام بنركز عليها، وثم على طول بناخذها، طبعا ليس قراءة، بناخذ أبرز ما هي. الإمارات شهدت زيادة سكانية 7 مرات من 1975 إلى 2005، نتكلم عن 8 مليون عدد السكان دولة الإمارات عام 2011، المواطنين يبلغون 948,000. الآن كحقائق وأرقام، أنا أود أني أول أفتح وياك فيها أستاذ سعادة ضرار، بتتكلمنا عن هذه الحقائق من باب أنك تعمل في جهة تلامس هذه الأمور بشكل مباشر، كيف تجدها والحقائق، هل هذه تعتبر صادمة؟ في عدة مسببات. أول مسبب عزوف الشباب عن الزواج، هذا أحد مسببات ارتفاع الحياة، حياة المعيشة. بعدين البنات بدأوا يتجهون إلى أن تأجل الزواج وتشتغل، بعدين يتشتغلت قالت لا أنا ما أبغي عيال الحين في الوقت الحاضر، أبغي بعد 4-5 سنوات. قريب أنت ترى كل هذا يؤدي هالشيء، يعني إحنا لن نلقي اللوم على فقط التركيبة السكانية، بعد العوق في بطوننا شكل ما يقولون، نحن نسبة الزواج عندنا انخفضت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. هم الهوية الوطنية هو هم عالمي، ما تعتبر أن دول الإمارات الاتحادية والسعودية والدول المنطقة بحكمها بدوية، لا حتى أمريكا حتى بريطانيا اتحادية، تنظر لها من ناحية سياسية من ناحية ثقافية. البريطانيين أنا عشت بينهم، كبير سن العجوز تقول راحت هويتنا، أصلاً أمريكان أكثر من بريطانيا. فالحين مهددات الهوية مو مجرد وجود تركيبة فقط، لا، وجود العالم بكل مستوياتها. بالسوشيال ميديا الحين اللي عندك الانستغرام وهذا، تتواصل مع أمريكا مع الصين مع هذا، تتلقى منهم لغة جديدة وعادات جديدة، سيلفي، هذه كلها لغة جديدة تعتبر، وبدت بعض القواميس العالمية تعتمدها كنوع من اللغة اللي موجودة حالياً دارك. فمسألة معالجتها بشكل شخصي أنظر لها تبدأ من البيت، في مسألة تعليم السمع وتعليم العادات والتقاليد، والحمد لله رب العالمين كثير من العوائل مهتمة بها بشكل كبير. أنا ما أعتقد أنه هناك في كثير يعني قلق كبير من موضوع الهوية. الهوية كلنا إحنا عشنا وتعلمنا في دول أجنبية وعايشنا وما زلنا نعايش أجانب، لم يؤثروا كثيرا على موضوع الهوية. الموضوع اللي أكثر معرض للتحديد هو الثقافة، الثقافة الوطنية والثقافة العربية. دور البيت من السابق إلى الآن تقريبا لم يتغير، صحيح دخلت فيه عوامل جديدة من شغالات وثقافات أجنبية، ولكن دور المنزل في موضوع التربية ما تغير. تجينا جنسيات كثيرة للدولة، كل جنسية تأتي بثقافتها وكل جنسية تأتي بموروثها. سمو الشيخ زيف الله يحفظه كلف سعادة الأمير العام أن يحاول إيجاد منظومة لتوحيد هذه الثقافات، لذلك تم إنشاء مكتب ثقافة احترام القانون كأحد الأسباب اللي تحتضن هذه الثقافات. حقيقة النابع الكبير اللي أنا ودي أقوله من ناحية الإيجابية في هذه التعددية الثقافية، إذا ما تكلمت، نحن نفخر في دولة الإمارات بأننا يمكن الوجهة الأولى عالميا يطمح لها الملايين من البشر. هذا يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة أمام قيادتنا الرشيدة، ويجعلنا مسؤولية كبيرة كذلك أمام أنفسنا نحن كمواطنين صالحين في هذا المجتمع، أن نحن نكون جزء من حل لا جزء من مشكلة. إحنا فقط نحتاج إلى ممارسة حقيقية، والممارسة لن تكون في ظني الشخصي كمواطن إلا لما نشعر فيها كمسؤولية تجاه وطننا. نتمنى إن شاء الله أن نكون وفقنا في هذا المجلس إلى أن نلمس الجرح على أقل التقدير، وإن شاء الله أن نكون كذلك صدرنا بعض من المعلومات التي قد تفيد في صنع القرار فيما يكون في مصلحة الوطن والمواطن. وصلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. شكرا لكم.
الحصان.